الفصل الأول بطولة مبكرة من قصة عقبة بن نافع إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب بتبدأ أحداث القصة بمولد بطل القصة عقبة بن نافع واللي ولد تحت شمس الصحراء المحرقة وفي جوها اللافح في بيئة بينشأ فيها الرجال أشداء أقوياء ومجتمع ما بيعتزش إلا بالفتوة والجرأة والإقدام وعلى أرض بيقتحم أهلها المخاطر ويصنعون البطولات ولد في بيت نافع بن عبد القيس الفهري في مكة، والده كان نافع بن عبد القيس الفهري هو أحد أشراف مكة وأبطالها المعدودين، وسبب تسميته باسم عقبة هو تيمناً بهذا الاسم اللي كان بيطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء الأشداء الذين يقهرون الأعداء، ولد عقبة والصراع كان على أشده ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وبعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والكلام ده كان بعد مولد عقبة بعام هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة علشان يتحاشى أذى المشركين وعلشان يفتح صفحات جديدة للإسلام في بقع أخرى من بقاع أراضي الجزيرة العربية أول الكلمات اللي كان سمعها عقبة واللي طرقت سمعه كانت كلمات منها الإسلام والجهاد والفتح وده بسبب ان والده كان من السابقين الاولين في الاسلام وكانت بتتردد على شفتيه هذه الكلمات كثيرا بالاضافة لان الكلمات دي كانت بتتردد على شفتي كل من امن بالله ورسوله عقبة طبعا ما كانش بيدرك ايه معنى الكلمات دي في بداية حياته ولكنه ادرك معناها لما شب عنه الطوق اي تجاوز مرحلة الصغر تم فتح مكة وعقبة عمره تسع سنوات فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش يضم خيره ابناء الجزيره العربيه. والرسول عليه الصلاه والسلام تعامل مع خصومه معامله حسنه فتسامح معهم وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. وهذا يدل على سماحه الدين الاسلامي وسماحه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العفو عند المقدره. عقبه نما في قلبه حب الجهاد حتى اصبح بيجري في عروقه وبيملا كل ذره في كيانه. احب عقبه أن يكون بطلا من أبطال المبارزة فتدرب عليها مع الشباب المسلم وأجادها وكان عمرو بن العاص ابن خالته له دور مهم في حياته عمرو بن العاص عانى عقبة على التدرب في المبارزة بالإضافة لأنه كان بيحكي له قصص بطولات المسلمين اعتقد عمرو بأن عقبة هيكون بطل من أبطال الإسلام وأجاد عقبة المبارزة وأبدأ فيها مهارة فائقة الخليفة عمر بن الخطاب أسند مهمة فتح الشام لعمر بن العاص واللي بدوره اختار عقبه علشان يشارك في الفتح ده وما كانش عمره بلغ 20 سنه في ذلك الوقت. كان فتح الشام هو بمثابه الامتحان الاول لعقبه في الجهاد واللي نجح فيه نجاح منقطع النظير. طيب قبل ايه في الفتح ده؟ قبل بلاء حسنا واظهر مقدره خارقه على اقتحام صفوف الاعداء والنيل منهم. بعد كده كان الامتحان الثاني لعقبه في فتح مصر واستطاع فيه عمرو بانه يهزم الروم بجيشه الضئيل العدد وابلى فيه عقبه بلاء حسنا وكان له دور ملحوظ في فتح مصر. كان السبب وراء اختيار عمرو بن العاص لعقبه هو مهارته الحربيه وليس صله القرابه ما بينهما. نهايه الفصل وبنتمنى للجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناه.